نظمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة قافلة طبية شاملة على مدى يومين في قرية شطأ التابعة لمركز دمياط. يأتي ذلك ضمن جهود المبادرة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، حيث تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين، كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بالمجان بها أكثر من 160 نوعا من الأدوية. القرية هنا دايما من القرى اللي بتشهد إقبال كبير من المواطنين، لأنهم عارفين مدى جودة الخدمات الصحية اللي المريض بيحصل عليها من خلال القافلة. القافلة النهاردة فيها 12 عيادة تخصصية، كل عيادة بيكون فيها الطبيب اللي موجود أخصائي أو استشاري. بنراجع مركز المعلومات وبنراجع قاعدة البيانات اللي موجودة عندنا في مركز المعلومات عشان نشوف آخر قافلة تمت في القرية هنا إيه، فبالتالي بنبدأ نجهز للقافلة قبلها بوقت كافي، وبنشوف العيادات التخصصية اللي هنوفرها عندنا، وبنشوف التخصصات الطبية المختلفة اللي هتبقى موجودة، بنشوف الفريق الطبي برضو اللي هيبقى موجود معانا. جت النهاردة كشفت والمعاملة جميلة والمعاملة حلوة، ووصفوا العلاج وقال لي على عينك مية بيضة، وصفوا العلاج، هاخد العلاج اهو، المعاملة ما فيش بعد كده حاجة. الحمد لله كشفنا والأمور ماشية تمام، ولا في حد بياخد فلوس ولا أي حاجة، وفي علاج والكشفات متنظمة وحاجة حلوة، ما فيش بعد كده حاجة في الدنيا. هم كويسين، ما حدش حد أخذ مني فلوس ولا أخذ مني حاجة. وكشف في أذن برضه، الدكتور برضه شاطر معايا،